مكان وكان له في الحضور عنوان، دلوقتي أصبح أثر تاريخه يحكي اللي كان، هرم مسلة ومئذنة وتاريخ كبير وزمان، فرعنا ومقدون وصين ومن الرومان واليونان، حنزور مكان ومكان وإحنا بصحبة فلان. صوت العرب من القاهرة يقدم زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، معكم فيها اليوم بسام رضوان الشماع، المؤرخ والمرشد السياحي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين. النهاردة عايز أصطحبكم أعزائي المستمعين إلى مكان الحقيقة أنا اعتبرته مكان في منتهى الأهمية أثريا، ورغم أن الأسماء اللي أنتوا هتسمعوها مني النهاردة من أسماء أماكن أو أسماء قدماء أو أصلا فكرة الأثر اللي احنا هنروح نزوره النهاردة ده مع بعضينا كده هوت، أعزائي المستمعين كلها في منتهى الإثارة والغرابة والندرة. بنتكلم عن أثر موجود في مكان اسمه وادي الملك. وادي الملك ده يا جماعة موجود في السودان الشقيقة، وله علاقة أثرية وحضارية وتاريخية بتاريخ مصر القديمة. طبعا احنا بنتكلم على قبل فكرة تقسيم الحدود اللي احنا عارفينها دلوقتي. بنتكلم أيضا عن حجر تم اكتشافه اشتغل عليه، وكلمة اشتغل عليه هنا دي معناها العلماء بدأوا يدرسوه ويذكروه، فاشتغل عليه علماء من وزارة الآثار المصرية بالاشتراك مع جامعة بون الألمانية. طيب ايه الأثر ده وايه أهميته؟ يلا بينا أخدكم واصطحبكم في هذه الرحلة العجيبة لفك طلسم من طلاسم التاريخ الأفريقي القديم، تاريخ الجنوب العظيم، تاريخ مصر والسودان المشترك. تعالوا بينا نروح لوادي الملك، وتعالوا بينا نروح على قطعة حجرية وإيه اللي تلقى عليها، وإيه حكاية الطلاسم والرموز اللي ذكروها على الحجر ده، وإيه أهميته في إعادة كتابة فصل مهم من فصول تاريخنا العظيم. في وادي الملك اللي هو موجود في السودان النهاردة، عايزك تتخيل معايا الخرطوم العظيمة عاصمة السودان الآن، عايزك تتخيل معايا نهر النيل في الجزء بتاع جمهورية السودان الشقيقة، عايزك تتخيل وانت كده طالع بالمركب في هذا النهر كده متجه شمالا، يعني مع اتجاه المياه وجريان المياه في نهر النيل نحو مصرنا العزيز، وانت كده على شمال الخرطوم كده ونهر النيل طالع كده لفوق. لو بصيت على الخريطة على شمالك هتلاقي منطقة اسمها وادي الملك. وادي الملك اكتشفوا فيه مجرى نهر قديم ولكنه جاف، يعني نهر مندثر خلاص انقرض النهر ده ما فيش مية فيه، فجاف ونشف، ولما النهر او الترعة او اي مجرى مائي احنا نعرفه ومذاكرناه في نهر النيل او في الاراضي المصرية او السودانية بيسيب بقى القاع بتاع النهر دوت وبيبقى جاف. فلو في اي حفريات او في اي احجار او في اي اثار سواء طبيعية او سواء بشرية بيبان او بيبقى مغمور بالرمال او متحجر جوه الصخور وهكذا. فالحقيقة ان هذا القاع بيسموه حتى باللغة الانجليزية البد، يعني السرير، يعني زي السرير اللي احنا بننام عليه. فالحقيقة ان هذا المكان قاع نهر منقرض، والحقيقة ان تم اكتشاف في هذه المنطقة النائية لهم فيها قطعة حجرية. طيب ربما القطعة الحجرية دي مش بالحقيقة
بالحجم الضخم اللي انت ممكن تتخيله، لوحة حجرية ضخمة 2 متر ارتفاع عليها هيروغليفيات، المنظر اللي انت ممكن تتخيله في الاكتشاف. يعني عامة انت لما تسمع كلمة اكتشاف بتبقى انت متخيل، او كلنا يعني متخيلين حاجة بقى هتكون. لكن في بعض الاحيان، بل في كثير من الاحيان، ان الاثر حجمه ملهوش اي علاقة باهميته. يعني انت ممكن تكتشف شقافة صغيرة، قطعة كده من قارورة، او قطعة من زلعة، او قطعة من فخار زي القلة كده مثلا، او زي الزير، قطعة كده مكسورة عليها مثلا جملتين مكتوبتين، او عليها منظر مرسوم. ده ممكن يبقى مهم عندنا في التاريخ وفي الاثار اكتر من، مش عايز اقول لك، مبنى كبير او صرح كبير او حجر كبير. ليه؟ لان اهمية الاثر بتبقى باهميته في كتابة التاريخ وتعلمنا وتثقيفنا وتدرسنا على التاريخ بتاعنا بيقول ايه، او حدث تاريخي او شخصية تاريخية احنا ما كناش عارفينها نتعلم عنها، حكمة معينة كتبها الاجداد، علاقة اسرية وهكذا. المهم ان هم لقوا في هذا القاع النهر الجاف دوت المندثر ده اللي في السودان اللي في وادي الملك، لقوا هذه القطعة الحجرية. القطعة الحجرية ديت جذبتهم ليه؟ جذبتهم لان هم لقوا عليها ومش واضحة قوي كده زي الهيروغليف اللي بيبقى باين كده في المعابد وكده، لا، لقوا بعض الرموز لما ذكروها طلعت رموز هيروغليفية مصرية قديمة. ورغم ان هي مش واضحة قوي، ورغم ان هي مش الوضوح بتاع الهيروغليفيات اللي انت بتشوفه في المقابر او الجدريات الملونة او كده، الا ان هذه الرموز كانت بالاهمية بمكان ان هي تعيد. شوف، اربع رموز، اربع نحوتات، يعني اربع رسومات كده منحوتة منقوشة على حجر في مكان نائي، تكتب لك فصل من فصول تاريخنا القديم. بدأوا بيعملوا ويدرسوا على فك طلاسم العلامات ديت والرموز الهيروغليفية ديت، علشان في سنة 2020 يخرجوا علينا بالدراسة بتاعت هذا الحجر والدراسة بتاعت هذه الرموز. طيب الرموز ديت طلعت رموز ايه، والطلاسم دي كانت بتتكلم عن ايه، وايه اهميتها؟ طلعت اربع رموز تعني الجملة اللي انا هقولها دلوقتي دي. لما جم فكوا الطلاسم وترجموها طلعت ايه؟ طلعت نطاق المكان، يعني مساحة، يعني نطاق بتاع المكان. انت مثلا الارض دي بتاعتك، فانت واقف فيها، فانت في نطاق ارضك، انت ايه، في وسط ارضك، فنطاق حورس. طبعا حورس التسمية الهيروغليفية حر، وحر اللي هو ده لقب من ألقاب الملوك في مصر القديمة، وأيضا هو اسم لمعبود أسطوري في أحد أشكاله بيظهر على هيئة صقر، طائر العظيم السريع ثاقب النظر الشجاع القوي الذي يطير ويحلق بحرية، فهو حر، فهو حر، فهو حورس، نطاق حورس الملك العقرب. وهنا لازم نقف، لان الملك العقرب دوت من ضمن ملوك مصر القديمة اللي تم توثيقه. يعني احنا عندنا منظر للملك العقرب على المقمعة بتاعته، المقمعة دي كانت بتبقى حاجة زي في شكل الكمترة كده، وفي ساعات بتبقى مستديرة زي الكورة، وبيبقى فيها عصاية بتبقى ممسوك كده بعصاية جامدة قوي، وبيمسكها المحارب في الحروب زمان والمنازلات العسكرية، وبتستخدم كأداة حربية ممكن تضرب بيها، يسمى المقمعة. فلقينا راس مقمعة على هيئة شكل كمتري كده، زي كمتري كذا الفاكهة كده، ومنحوت عليها رجل بيرتدي التاج الأبيض. يبقى احنا بنتكلم على رجل يقول ان نطاق الحكم بتاعه في الجنوب، وقدام المنظر بتاعه فوق كده نحتة لعقرب وجنبيها وردة. فأطلق العلماء، علماء المصريات، على هذا الرجل، على هذا الحاكم، الملك العقرب. وهنا راحوا مزودين حورس كاللقب بتاعه. الملك العقرب مشكلته التاريخية ان العلماء بيقولوا ان هو جه
قبل نعرمر اللي احنا نسميه نارمر، او قبل مينا اللي احنا بنحط له اللقب الشهير موحد القطرين، موحد الشمال والجنوب. اذا لو انت اعتقدت بهذه القصة فانت بتعتقد ان هناك ملك جاء قبل موحد القطرين نعرمر او مينا او نارمر او مينا، وكان له قوة كبيرة وكان له نطاق وكان له مساحات من جنوب مصر كان بيحكمها، والدليل على كده انه كان بيرتدي التاج الابيض. تقولي طيب هو موحد القطرين قبل نعرمر، ساعد في توحيد القطرين، ابتدى حروب توحيد القطرين مع الشمال، وبالتالي مات قبل ما يتم التوحيد، فجاه مينا ونعرمر او نعرمر نارمر وراح موحد القطرين، كمل الشغل بتاع الملك العقرب، كمل المجهودات بتاعته، كمل الفكرة بتاع توحيد مصر تحت راية واحدة وتحت حكم واحد وتحت حكومة مركزية واحدة بعاصمة واحدة. هل كده؟ ده احتمال كبير تاريخيا، اتثبت على مجال كل العلماء وخلاص 100% الناس كلها موافقه. لسه في مناقشات، والمناقشات دي بلا طويل، يعني هل العقرب هو اشترك في التوحيد ولا العقرب ما نجحش في توحيد القطرين ولا وما تنساش ان احنا ما اكتشفناش غير اقل من 1% من اثار مصر، فاحنا بنتكلم لغايه دلوقتي، لان ممكن بكره نكتشف اكتشاف ويتغير التاريخ كله، او يبقى في فصل من الفصول يعاد كتابتها. المنظر بقى بتاع الاربع رموز اللي اتوجدوا منقوشين على الحجر دوت، هتبص لو شفت كده المنظر هتلاقي في اعلى اليمين كده بيوجد رمز دائري كده، حاجة زي دايرة كده منحوتة، وهتلاقي منظر منحوت يشبه العقرب، وبتبص تلاقي في النقوشات ديت. وبالتالي نستطيع ان نقول ان فك الطلاسم دي ادى الى ان احنا نعتقد ان الحجر ده تم استخدامه، والرموز دي مكتوبة من اكتر من 5000 عام، 5000 سنة، يعني اكتر من 5000 سنة هو تاريخ هذا الاثر. فبالتالي اعتبروا العلماء في سنة 2020، يعني دي حاجة حديثة جدا، ان هو اقدم علامة لاسم مكان في العالم، وكأن الملك العقرب عمل عدد او امر بنحت اسمه على عدد من الاحجار اللي بتبين الحدود بتاعت قوته فين، الحدود بتاعت هيمنته فين، الحدود والمساحات بتاعت السلطة بتاعته فين، فعشان يبين ان ده حدودي ودي سلطتي وده المكان اللي انا بحكمه ودي المساحة اللي انا بحكمها، عمل هذه الاحجار اللي منها الحجر اللي تم اكتشافه وتم دراسته ده، فتصبح هذه الاحجار، بالتالي بقى هذا الحجر اللي تم اكتشافه اقدم علامة اسم مكان في العالم والتاريخ. ومن هنا تأتي بقى اهمية هذا الكشف، هنا استخدام الهيروغليفيات البدائي قوي قوي، ده نشاط ثقافي، لان تم استخدام كتابة فده نشاط ثقافي، كتابات غير مألوفة في المنطقة دي، المنطقة دي ما فيهاش الكتابات الهيروغليفية بكثرة او مألوفة، كل ده بيثبت ان كان في عملية حياة بشرية في هذا النهر او على ضفتي النهر القديم اللي جف ده. هل ده كان فرع من فروع نهر النيل؟ جدا جدا ممكن، اللي هو اللي نشف ده. فالحقيقة احنا شفنا، طيب الملك العقرب دوت له مقبرة شهيرة كبيرة واسعة في سوهاج، في مكان شهير جدا اسمه أبيدوس، دي اشهر جبانة في مصر القديمة بجانب جبانة سقارة وغيرها من الجبانات المشهورة. ففي أبيدوس تعتبر واحدة من اكبر، اذا لم تكن اكبر مقبرة، هي مقبرة الملك العقرب، تم اكتشاف فيها اثار كثيرة، منها لقم تعرفين العصا بتاعت الحكم اللي كانوا بيمسكوها الملوك زمان، بيسموها باللغة الانجليزية السبتر، اللي هو الصولجان، يعني يطلق عليه الصولجان، فلقوا فيها اقدم صولجان في وقت الاكتشاف ده، لقوا قطع فخار مكتوب عليها بالحبر، كل ده وجدوه جوه المقبرة في أبيدوس. احنا انتقلنا دلوقتي من وادي الملك في السودان الى أبيدوس في سوهاج في جنوب مصر العظيم، لقوا مئات من القطع الصغيرة
اللي شبه الليبلز كده، شبه الاشارات ديت الليبلز، بتبقى في حجم طابع البريد يعني صغيره قوي، وبتبقى فيها كده ساعات خرم كده، معناها ان كانوا بيدخلوا في الخرم ده حبل او حاجه او سلكه او حاجه، ويروح حاطينها على قاروره مثلا، فدي تبقى الليبل بتاع القاروره دي، او ليبل بتاع قطعه الفخار اللي يبقى هيبقى فيها سائل معين دي. وبالتالي لقوا الليبلز ديت منحوت عليها رسومات اتقال عليها في وقت الاكتشاف ان دي اقدم هيروغليفيات. يبقى العلاقه ما بين وجود اقدم هيروغليفيات منحوته على الليبلز في مقبره الملك العقرب في ابيدوس، ممكن نعمل بينها وبين الحجر اللي اتوجد في السودان علاقه، لان ده الملك العقرب وده الملك العقرب، ده من ضمن اقدم الهيروغليفيات، وفي سوهاج في مقبرته لقم اقدم الهيروغليفيات. طبعا اقدم هيروغليفيات في سوهاج، اقدم الهيروغليفيات في السودان باسم الملك العقرب اللي هو الملك المصري الجنوبي ده، ده على طول بقى هيخش في مناقشة جميلة جدا، ما هي الحضارة التي ابتكرت الرموز الكتابية؟ هل زي ما احنا كلنا عارفين مثلا حضارة سومر، حضارة بلاد ما بين النهرين، حضارة ميسوبوتاميا، هل الحضارات دي كلها حضارات عظيمة؟ في حضارات بابل، حضارة الفينيقية اللي هي لبنان والحتة اللي حواليها ديت الجميلة، هل حضارة كنعان، هل شبه الجزيرة العربية، هل مصر، هل النوبة، هل السودان، هل هل هل، كل دي بقى الأسئلة اللي ممكن يذكروا العلماء فيها مع اكتشافات زي دي. لكن الاكتشاف اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة دوت، اذا كان دل على شيء فانه دلنا على حاجات مهمة جدا. اولا ثبت لنا فكرة ان الملك العقرب ده مش ملك اسطوري كده من وحي خيال المصريين القدماء، ده كان ملك على ارض الواقع، له سلطنة وهيمنة على مساحة كبيرة من البلاد. الحضارة ما جاتش فجأة كده مرة واحدة، لا، ده الهيروغليفيات دي ابتدت كده، وابتدت بطريقة مش منمقة قوي، وبعد كده بدأت بقى تاخد بقى الشكل الفني الرائع بقى الجميل المبهر اللي انت بتشوفه بقى في المعابد والمقابر، وان الكتابة دي لها بقى قواعدها ولها النحو بتاعها والبلاغة بتاعتها، كل هذه الصفات. لما اكتشاف يا جماعة بيكتشف فبايه باللفظ كده العامي كده بيجرجر وراه اكتشافات حصلت في الماضي، ويبدأ العلماء يعملوا رابط زي ما احنا عملناه دلوقتي كده، عملنا رابط ما بين المكان اللي اكتشف فيه الحجر دوت اللي هو وادي الملك ده في السودان الجميلة الرائعة، وفي نفس الوقت نعمل علاقة بينه وبين مقبرة الملك العقرب الكبيرة الواسعة ذات المساحة وذات الآثار الهامة في منطقة أبيدوس بسوهاج. واخيرا يا جماعه عايز اقول لكم على الرموز الاخرى. احنا قلنا ان في رمز دائري وفي رمز على شكل عقرب، الرمزين التانيين بقى اللي على الحجر دول، رمز يظهر وكانك عارفين لما تيجوا زمان واحنا صغيرين نرسم الشمس فنعمل دايره كده ونطلع منها كده خطوط كده في كل اتجاه كده، هو ده بالظبط المنظر كده، وده ممكن حاجه من الاثنين، يا اما فعلا تبقى الشمس طالع منها اشعه، يا اما دي تبقى على شكل ورده، عارفين كده زي ما احنا زمان لما كنا بنرسم وردة مثلا دوار الشمس مثلا، اوكي، دوار الشمس الاصفر الحلو ده، كنا برضو بنطلع كده من الوردة كده خطوط وحاجات زي كده. طيب الوردة دي لها علاقة باي حاجة؟ لما نرجع للمقمعة بتاعة الملك العقرب الشهيرة هنلاقي ان بجانب العقرب في وردة، فعلى ما يبدو ان اسم هذا الملك الملك العقرب كان تملي مقرون هيروغليفيا بالوردة اللي جنب العقرب ذات نفسه، المنظر بتاع العقرب ذات نفسه، فدي برضو بتثبت ان وبتأكد الموضوع. ايضا بجانب العقرب على هذا الحجر الهام جدا جدا اللي اكتشف في السودان، وتبص كده تلاقي فيه منظر زي ما يكون يعني عود وطالع منه كده خطوط جانبية، العود اللي طالع منه خطوط جانبية ده حاجة من الاثنين من وجهة نظر انا المتواضع، يعني يا اما ده شجرة او فرع شجرة طالع منه
فروع صغيرة من غير ورق، يا إما عبارة عن فرع نهر متفرع منه أنهار وروافد كثيرة قصيرة. في الحالتين، حالة الشجرة والأفرع أو حالة النهر والروافد، الحالتين لهم علاقة باللي احنا بالاكتشاف اللي احنا فيه. يعني سواء ده أو ده، انت هنا بتتكلم على ده كان نهر، مكان ده زي ما اتفقنا في أول الحلقة ده كان نهر، فبالتالي هذا النهر طالع منه روافد، فبالتالي تم نحته كمنظر له علاقة بالملك العقرب. تقولي طيب ايه علاقة النهر او المية او الروافد او الترع اللي طالعة ديت اللي انت بتحاول تقنعنا بيها؟ اقول لك على المقمعة بتاعة العقرب، عشان كده انا قلت لك ازاي لما بيحصل كشف تعرف تعمل رابط بينه وبين الكشوفات اللي قبل كده. فلما تبص على المقمعة المكتشفة من زمان دي، تلاقي ان الملك العقرب واقف ماسك في ايده بما يشبه زمان نوع من انواع الفؤوس او نوع من الادوات الزراعية اللي كانت بتستخدم في الحفر. اوكي، فده كان ماسكها في ايده وكانت واضحة قوي في النحتة، يعني دي مش محتاجة اي جدال يعني. وتحتيه بقى في مية، وفي بقى ناس عمال بقى بيشتغلوا، فلاحين بيشتغلوا، ناس بقى بتشتغل وعمال بقى نشطاء، ومنظر بيعج بالحركة منحوت على هذه المقمعة. طيب يبقى العقرب هنا بيعمل ايه؟ الملك العقرب هنا بيعمل ايه؟ من ضمن التفسيرات ان هو ماسك هذه الاداة الزراعية اللي بتحفر، وبيفتح او بيحفر قناة للمياه علشان المياه دي تخش تروي الارض. طيب القصة دي علاقتها بالتاريخ المصري القديم، ان تملي الملك كان هو المسؤول عن المياه، هو اللي كان المسؤول عن نهر النيل، هو اللي كان مسؤول على ان الري يبقى موجود والمية تبقى موجودة. فبالتالي كانت من ضمن الاساسيات بتاعت الملك ان هو يظهر انه بيدخل المية، ان هو بيحفر القناة، بيحفر الترعة، هو اللي مسؤول عن دخول المياه، بيعمل مجهود اهو قدامكم عشان يدخل لكم المية الى الاراضي المصرية، وبالتالي يبقى في خصوبة وفي خضار وفي زراعة وفي خضروات وفي اكل وفي فاكهة وفي نباتات، والحيوانات تشرب والناس تستخدم المية وهكذا. فاذا فتح قناة او حفر قناة للمياه وادخال المياه للري ولغيره من الحاجات اللي المياه كانت بتستخدم فيها في مصر القديمة، دي كانت من ضمن مهام الملك في مصر القديمة. فالمنظر بتاع العقرب ده، الملك العقرب ده، ده منظر واضح جدا، الملك بيدخل مياه، ودي المياه قدامك اهي تحتيه، وماسك هو الأداة بتاعته بيستخدمها في حفر القنوات او في ان هو يقلب الارض علشان زي الحراثة كذا بيحرث الارض بعد ما البذور بتترمى علشان المياه تخوي وهكذا. ففكرة الزراعة وفكرة علاقة الملك العقرب بالزراعة ممكن تكون ظهرت ايضا في المنظر بتاع النهر اللي له روافد من وجهة نظري، او الشجرة ذات نفسها بالافرع بتاعتها. وبالتالي يبقى انا عندي المنظر بتاع الافرع او النهر بروافده، ده رمز من الرموز اللي مكتوبة جنب الهيروغليفي. عندي رمز العقرب وده اسم الملك، النطاق بتاعه هو بيقول لك انا هنا دي الهيمنة بتاعتي، السلطنة بتاعتي، الاماكن دي. ومنظر الوردة اللي احنا اتفقنا ان هي اتكررت قبل كده بس بشكل اكثر بقى جمالا ونحتا وفنا في المقمعة، عنها في الحجر ده، لان احنا اتفقنا ان الحجر ده الاربع رموز دي اربع رموز شبه بدائية للهيروغليفيات، مش بالمنظر اللي انت بتشوفه في المقابر والمعابد وكده. وكل حاجة لها مراحلها، يعني الحجر ده بيثبت مراحل الكتابة الهيروغليفية، الثقافة المصرية والجنوبية والنوبية القديمة والسودانية الآن. فاحنا بنتكلم هنا على تسميات ما كانتش موجودة في مصر القديمة. مصر القديمة ما كانش لسه في مصر تسمية، وما كانش لسه في السودان كتسمية، كان لها في تسميات أخرى
زي واوات وزي كوش وزي ناباتا وزي ميدجاي وزي كيمت وزي تاميريت ودشرت الصحراء. يعني كان في تسميات هيروغليفية لهذه الأماكن سواء شمالا أو جنوبا. النشاطات يا جماعة بتاعت الحياة البشرية في نهر النيل وحوالينه وفي ممالك نهر النيل وفي صحراء مصر وصحراء النوبة العظيمة والجنوب العظيم السودان العظيم، النشاطات دي يا جماعة نشاطات غاية في الأهمية، العالم مهتم جدا بدراستها. فتخيل انت لما 4 رسومات ونقوشات على حجر في منطقة نائية تشترك في جامعة بون الألمانية مع وزارة الآثار المصرية، في قد ايه بيديلك ده اهتمام بالآثار وبالماضي عشان نتعرف أكتر على أجدادنا ونتعرف أكتر على علومهم حكمتهم طريقة حياتهم الحياة البشرية الحركة الثقافية في هذه الأماكن. تخيلوا لما احنا نقعد كده في يوم من الأيام وتبقى انت قاعد في قاعدة وتقول كان حواليك أجانب أو غير أجانب وتقول إن هذا الكشف يثبت أن هناك حركة ثقافية وسياسية من أكثر من 5000 عام. فطبعا كلمة يا لها من جملة أو عبارة غاية في الأهمية وفي نفس الوقت غاية في الفخار. يعني المفروض ان انت تفخر ان هذه الحضارات موجودة وهذه الحضارات بتجذب هذا الاهتمام من كل حتة في العالم. بسام رضوان الشماع، المؤرخ والمرشد السياحي وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو اتحاد الكتاب المصري. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان. زيارة المكان بصحبة فلان، إعداد وإخراج سعدية حسين.